أهلا بكم. ننتقل إلى المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري. أن السفينة تعرضت لإصابات بالصواريخ أطلقت من أطلقها الحوثيون. الحوثيون لديهم قدرات استخبارية كلها مصدرها إيراني، وهذه تشكل مشكلة عالمية، ويجب أن تكون لدينا استجابة أو رد على هذا التهديد لحركة الملاحة العالمية. نحن نتابع هذه التهديدات عن كثب، وسنرد في الوقت والمكان المناسب. شكرا لكم. إذن مشاهدينا، كنا مع هذا المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، الذي أعلن أنهم يتابعون عن كثب العمليات التي يقوم بها الحوثيون لا سيما في البحر الأحمر. ونتابع مع ما أعلنه الجيش الإسرائيلي أنه بدأ عمليات برية موسعة جنوبي قطاع غزة. وقال الجيش إن قوات مدرعة في المنطقة بدأت بالفعل في العمل ومهاجمة أهداف تابعة لحماس، مضيفا أنه من المتوقع أن يوسع قواته في المنطقة والعملية البرية قريبا. وقال مراسل الحدث في غزة إن مدينة خان يونس تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف خلال الساعات الأخيرة بهدف التوغل من جهة الشرق، وأضاف أن الدبابات الإسرائيلية قصفت بشكل عنيف مناطق القرارة وخزاعة ورزنتا في ذات الحي، حيث تواجه مقاومة عنيفة. كما تمركزت وحدات من الجيش الإسرائيلي في شارع صلاح الدين، وقامت بفصل محافظة غزة الوسطى عن المناطق الجنوبية ومنعت الحركة فيها، فيما استهدف الجيش الإسرائيلي وفق مراسل الحدث قوات الدفاع المدني التي حاولت انتشال الضحايا من المنطقة. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تواصل الحديث مع من وصفه بالعدو بشأن الأسرى، وإنها تفعل ذلك بالنار. שכונת בקשי בתוך מסגד נמצא פיר. ومن رام الله ينضم إلينا مراسل الحدث خالد القاسم. خالد، أهلا بك إلى 19. ما آخر نحن بانتظار أن يجهز مراسل الحدث من جديد خالد القاسم. خالد، هل تسمعني الآن؟ نعم، أسمعك جيدا. طيب، ما آخر التطورات خالد الميدانية في الضفة الغربية بشكل عام وفي رام الله بشكل خاص، خصوصا فيما يتعلق بحملة الاعتقالات المستمرة؟ نعم، دعينا نبدأ بإصابة طفلين برصاص المستوطنين غرب رام الله هذا المساء، حيث اقتحم عدد من المستوطنين منطقة المهللة في بلدة دير قديس وأطلقوا النار باتجاه الفلسطينيين فأصابوا طفلين بالرصاص. إضافة إلى ذلك، كان هناك مواجهات واشتباكات مسلحة ما بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي اقتحم بلدة سيلة الظهر
بالقرب من مدينة جنين. الجيش الإسرائيلي أصدر بيانا قال فيه بأن جنديا أصيب جراء تفجير عبوة ناسفة محليات الصنع خلال المواجهات مع الفلسطينيين في بلدة سيلة الظهر. هذا وكان الجيش الإسرائيلي والمستوطنون قتلوا 3 فلسطينيين هذا اليوم، حيث قتل الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه لمدينة قلقيلية فلسطينيا. قال سكان محليون بأن الفلسطيني هو عامل كان يهم بالذهاب إلى عمله في مخبز، ولكنه قتل أثناء المواجهات التي اندلعت في مدينة قلقيلية أثناء تنفيذ الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات في المدينة. وفي بلدة تل أيضا بالقرب من مدينة نابلس شيع الفلسطينيون فتى قتل برصاص الجيش الإسرائيلي. الهلال الأحمر الفلسطيني قال بأن الجيش احتجز الجثمان ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه. إضافة إلى ذلك شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة الليلة الماضية وصباح هذا اليوم، طالت 60 فلسطينيا ليصبح مجموع من تم اعتقالهم من الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2480 فلسطينيا، من بينهم 147 امرأة و248 طفلا. طيب خالد، على المستوى السياسي كان نتنياهو تحدث بأن المفاوضات مستمرة بشأن الأسرى وهي مستمرة تحت النار، وظهر منذ قليل القيادي في حماس أسامة حمدان وقال بأن المفاوضات متوقفة بالكامل. هل هناك أي رد من الجانب الإسرائيلي على ذلك؟ لا، حتى هذه اللحظة لا رد إسرائيلي رسمي على تصريحات القيادي في حماس أسامة حمدان، ولكن التصريحات السياسية من المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي بأنه إذا جرت مفاوضات حول التهدئة أو حول تبادل الأسرى ما بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل فإنها ستدار أثناء وقوع الحرب وليس وقت التهدئة. شكرا جزيلا لك مراسل الحدث خالد القاسم، كنت معنا مباشرة من رام الله. ومن وسط غزة ينضم إلينا مراسل الحدث خضر الزعنون. خضر، أهلا بك، ما جديد العملية العسكرية في تحديدا في الجنوب في قطاع غزة وتحديدا في مدينة خان يونس في ظل نفي قيادات لحماس وتحديدا أسامة حمدان على أن الجيش الإسرائيلي قد يكون تمكن من كسر دفاعات المقاومة هناك؟ نعم، يعني العملية العسكرية في المناطق الجنوبية وتحديدا في مدينة خان يونس لا زالت متواصلة، والجيش الإسرائيلي يتمركز بالقرب من مفرق المطاحن على طريق صلاح الدين على جانبي هذا الطريق بالقرب من منطقة القرارة إلى الشمال الشرق من مدينة خان يونس، وسط عمليات إطلاق نار وأيضا قذائف مدفعية وأيضا وسط تغطية من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. مدينة خان يونس كانت تعرضت خلال نهار هذا اليوم إلى غارات مكثفة وخاصة المناطق الشرقية منها وأيضا وسط هذه المدينة، ما أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا الفلسطينيين وأيضا الجرحى الذين تم نقل عدد كبير منهم إلى مستشفيي الأوروبي وأيضا ناصر في المدينة. كل ذلك أيضا يأتي في ظل تخوف الآلاف بل مئات الآلاف من النازحين الذين يتواجدون في مدينة خان يونس من استمرار هذه العملية وأن تطالهم الغارات وأيضا الاستهدافات الإسرائيلية، حيث أن الجيش الإسرائيلي طالب من يسكنون أو يقطنون في هذه المدينة مدينة خان يونس من نزوح قصرا إلى مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، وهناك يعني خطر يتهدد حياة هؤلاء النازحون في تلك المناطق. أيضا طيب خطر، بما أنك تتحدث عن الخطر الذي يتهدد حياتهم هناك، يعني مسؤول أمريكي في وزارة الخارجية الأمريكية قال بأن إسرائيل وافقت على تأمين ممرات إنسانية آمنة لمن يودون الخروج من مدينة خان يونس باتجاه رفح، هل هناك أي تأكيدات في هذا الشأن؟ يعني أولا مدينة رفح هي مدينة صغيرة جدا ولا تتسع أيضا لسكانها، فما بالك عندما ينزح إليها مئات الآلاف من المواطنين الذين هم غالبيتهم من المناطق الشمالية من هنا من مدينة غزة وأيضا من شمالي القطاع، ستتكدس الأعداد والحشودات للمواطنين وسيكون هذا عبء كبير
على مدينة رفح التي لا تتسع أصلا لسكانها المتواجدون فيها. أيضا هذا يأتي أيضا في ظل ظروف إنسانية صعبة يحياها النازحون في تلك المناطق الجنوبية، في ظل يعني نحن في فصل الشتاء الآن كريستيان، ولا يوجد يعني تغطية، يعني أمور تتعلق بالأغطية وأيضا الأمور التي تتعلق بالإيواء وأيضا الملابس للمواطنين الذين كانوا نزحوا من هذه المناطق من هنا من شمالي القطاع باتجاه المناطق الجنوبية، ولا يأخذون معهم أي من الملابس حيث أنهم ذهبوا بملابس صيفية، والآن نحن في ظل برد قارس في فصل الشتاء. لكن هنا أيضا في مدينة غزة وفي شمالي القطاع كريستيان تتواصل يعني الغارات الإسرائيلية والأحزمة النارية، خاصة في منطقتي حي الشجاعية وأيضا حي الزيتون التي نالها خلال الدقائق الأخيرة العشرات من الغارات التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية. وهذه الغارات يعني أوقعت أيضا إصابات وضحايا في صفوف الفلسطينيين، ولكن سيارات الإسعاف لا تتحرك لأنها تواجه صعوبة في عملية التنقل في ساعات الليل، حيث أن الغارات الإسرائيلية مستمرة. نعم. وأيضا سيارات الإسعاف تواجه خطورة حال توجهها إلى المناطق التي تتعرض للقصف، خاصة في المناطق الشرقية من مدينة غزة. شكرا لك مراسل الحدث خضر الزعنون، كنت معنا مباشرة من وسط غزة. تشهد المحال التجارية أو ما تبقى مفتوحا منها في قطاع غزة ندرة في المواد الغذائية الأساسية، حيث عاد الوضع إلى سابقه مع استئناف الحرب، خصوصا وأن المساعدات التي دخلت القطاع خلال الهدنة لم تلبي الاحتياجات. كاميرا الحدث تجولت في أحد شوارع دير البلح ورصدت الوضع مع الصحفية خولة الخالدي. نحاول البحث عن أحد المحال التجارية التي تفتح أبوابها حتى هذه اللحظة، مع ملاحظة أن هناك عشرات المحلات التجارية التي أغلقت أبوابها نتيجة لفقدان أعداد كبيرة من المواد المستلزمات الغذائية والبضائع المختلفة. هذا هو حال شوارع دير البلح التي تكتظ بالنازحين والمصابين والباحثين أيضاً عن لقمة العيش اليومية. هذا أحد المحال الذي وجدناه بعد أن قطعنا مسافة طويلة حقيقة من أجل أن نرى ما هي طبيعة المستلزمات والمواد التي ما زال يعرضها داخل أرفف المحلات. فيما يبدو أنه فارغ. هذه المحلات كانت قبل الحرب ممتلئة بشكل يومي وبالكامل بكافة المواد الغذائية، ولكنها الآن فارغة تماما. مرحبا. أهلين. مرحب. احكي لي على شو بالدوري. الأشياء الأساسية للبيت، بهارات، ملح، السكر، الأشياء هاي، فيعني هاي اللي ملاقينه. لقيتي ملح ولقيتي سكر؟ لا، هذا زمان كان زمان وولى. لقيتي خميرة؟ والله آخر إشي جبناه امبارح خميرة، كانت منقرضة وبسعر الضعف كمان، يعني زمان كان الباكيت 5 شيكل الآن 50 أضعاف. والملح مش موجود؟ لا مش موجود للأسف. العافية. شو جاي تشتري؟ سكر وسيرج، صرنا من الصباح بنلفلف على الفاضي، ولقينا بنلاقي الاشي غالي وكله يعني مخزن، وهذا يعني بدنا حل. كم محل لفيت؟ تقريبا 23 25 محل من الصباح انا بلفلف. ولا محل لقيت فيه سكر او سيرج؟ والله ولا محل. بقدرش اقول غير حسب الله ونعم الوكيل. يعطيك العافيه. طبعا هنا يحاول المواطن الفلسطيني البحث عن الكثير من المنتجات ولكنه في الواقع لا يجد. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. الله يسلمك. على شو بتدور؟ والله انا صاحب محل. تمام. ولكن في ظل الظروف الصعبة هذه اللي احنا قادرين نجيب، بدنا نساعد انسان مواطن عادي، ولا انه حتى انه الظروف الصعبة هذه انه معاه مصاري مش عارفين ايش نجيب. تمام. يعني الوضع عن جد صعب جدا والله. شو ابرز الاشياء والمواد الغذائية المفقودة اليوم من الاسواق؟ في السكر، معلبات، الملح، الخميرة، يعني الشيء الاساسي للبيت. يعني اذا بدك خميرة بتعرفش تعجن، فيش خميرة بتعرف تعمل خبز ولا تعمل حاجة، سكر لن تعرف تعمل لك كوباية انك تقعد كويس ولا تخمخم، يعني الوضع صعب، خليه على الله. شكرا جزيلا لك. طبعا مشاهدينا الكرام بنشوف انه هذه المحال التجاريه اللي كانت دائما وابدا ممتلئه بكل المواد الغذائيه اللازمه للاسر الفلسطينيه اليوم باتت تفتقد لابسط المقومات وهي الملح والخميره، ولك ان تقيس على كافه المنتجات الغذائيه التي يتعامل معها المواطن الفلسطيني طيله ايام هذه الحرب، وهناك فعليا تخوفات من ازدياد هذه الازمه بشكل واضح. لقناتي العربيه والحدث خولة الخالدي غزه.
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 15,523 قتيلاً و 41,316 مصاباً. الوزارة أضافت أن 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال، كما كشفت مقتل 281 من أفراد الكوادر الصحية وتدمير 56 مؤسسة صحية بالكامل وخروج 20 مستشفى عن الخدمة. قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية فاقت الوصف، وإن المرضى ينزفون حتى الموت، وإن الجيش الإسرائيلي يواصل الضغط على مستشفيات شمال قطاع غزة لإخراجها عن الخدمة. فإن الانتهاكات ضد المنظومة الصحية فاقت الوصف وبكل وحشية، مما أدى إلى استشهاد 281 من الكوادر الصحية وإصابة المئات منهم، إضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف ودمر 56 سيارة إسعاف خلال عملها وقتل من فيها من الطواقم الطبية والجرحى. إضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دمر 56 مؤسسة صحية وأخرج 20 مستشفى عن الخدمة، وكذلك أخرج 46 مركز للرعاية الأولية عن الخدمة في قطاع غزة. وإن الجرحى ينزفون حتى الموت نتيجة عدم توفر الخدمات الصحية المطلوبة لهم شمال قطاع غزة. كما أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهداف ما تبقى من مستشفيات شمال قطاع غزة بشكل مستمر لإخراجها عن الخدمة وإرغام السكان في شمال قطاع غزة على النزوح إلى جنوبه. بعد انهيار الهدنة الإنسانية صبيحة يوم الجمعة، استأنفت إسرائيل حربها على قطاع غزة، مركزة قصفها هذه المرة على بعض مناطق الجنوب، لا سيما خان يونس ورفح. تركيز إسرائيل هذه المرة حربها على جنوب قطاع غزة يأتي لكونها مسقط قادة حركة حماس في غزة، يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد الضيف قائد الجناح العسكري. كما أن إسرائيل تعتقد أن معظم قادة حماس والقسم الأكبر من مقاتليها وترسانتها الصاروخية موجودة في جنوبي القطاع، فضلا عن أن أغلبية الأسرى الإسرائيليين المتبقين الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر وفق ما أوضح مسؤولون إسرائيليون. ومن المتوقع أن تشمل الخطة الموضوعة أيضا استكمال الأعمال العسكرية في شمال القطاع بالتزامن مع هجومه والتوغل من شمال غزة إلى عمق جنوب القطاع المحاصر. ومع توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وافقت إسرائيل على طلب أمريكي بتعيين مناطق آمنة كبيرة في جنوب قطاع غزة. كما أكد أحد المطلعين على المناقشات الأمريكية الإسرائيلية حول الحرب أن الأمر سيطول ولن يستغرق أسابيع فقط، بل قد تستمر العملية حتى أواخر عام 2024. ووفق موقع شبكة NBC نيوز الأمريكية، فإن مسؤولا أمريكيا قال إنه بموجب الاتفاق حول المناطق الآمنة فمع إسرائيل، إلا أنه يتعين على بعض الأشخاص مغادرة منازلهم لأن تلك المناطق قد تظل محورا للعمليات العسكرية. وشدد مسؤول أمريكي كبير لصحيفة نيويورك تايمز على أن المناقشات مع الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي شددت على ضرورة تجنب تهجير الفلسطينيين وتقليل عدد الضحايا، مضيفا أنه تم التركيز على إنشاء ما يسمى بمناطق عدم الاشتباك لإيواء سكان غزة في الجنوب، مع التزام إسرائيل بعدم القيام بأي عملية جوية أو برية في هذه المناطق. وقالت الصحيفة إن هذه المناطق ستكون في مرافق تابعة للأمم المتحدة ومناطق مجاورة لها، يجري فيها تسليم المساعدات الإنسانية دون أي عوائق. ماشي. Thank you.
الشمس والغاز. هذا شو مولع؟ ها الناس يكون في جرار غاز. يا اطلع برا، اطلع برا في جرار الناس، اطلع برا بلا شوالي نتعطل كلنا. اسمع ومن واشنطن ينضم إلينا العقيد جو بوتشينو المستشار السابق لقائد المنطقة الوسطى، ومن القاهرة ينضم إلينا الدكتور صبحي سيلا رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية. أهلا بكما إلى 19. أبدأ معك سيادة العقيد جو فيما يتعلق بهذه النصيحة الأمريكية لإسرائيل بأن تؤمن ممرات إنسانية من أجل سكان القطاع تحديدا في الجنوب لكي لا تحدث المزيد من الضحايا المدنيين وبالتالي تلقيهم في أحضان حماس. قال بأنه حتى لو حدث نصر فإن فقدان يعني دعم الأهالي يعد هزيمة استراتيجية. هل برأيك ستأخذ إسرائيل بنصيحة بالنصيحة الأمريكية؟ إسرائيل سوف تتبع نصيحة الولايات المتحدة وهي تفعل ذلك. وبالمناسبة الأمر لا يتعلق فقط بتجنب منح حماس فوزا أو دفع المدنيين لجانب حماس. سيكون هناك مشكلة في بين هؤلاء المدنيين بأعداد هائلة الذين يتم تهجيرهم، والأردن لا يرغب في استقبالهم وكذلك مصر. وبالتالي فالولايات المتحدة تنصح بتوفير ممرات إنسانية لنزوح هؤلاء المدنيين، ولكن الأمر سيكون غاية في الصعوبة في ظل هذه الأعداد الهائلة من المدنيين داخل غزة. سيد صبحي، هل تعتقد بأن إسرائيل فعلا ستأخذ بالنصيحة الأمريكية في معارك الجنوب مع العلم بأنها لم تأخذ بها في شمالي القطاع؟ يعني حضرتك أعفيتيني من الإجابة على هذا السؤال، لأنه إسرائيل بالفعل لم تأخذ بنصيحة الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أنها تعرف جيدا أن هذه النصيحة ليست لتنفذ، بل هي نصيحة لاستخدامات سياسية أو لتصريحات أو لإرضاء بعض الأطراف هنا وهناك. بل إن بنيامين نتنياهو وقف ليفاخر ويقول أنهم قالوا لنا لا تدخلوا ودخلنا، قال لنا لا تقصفوا وقصفنا، وشيء من هذا القبيل. يعني هذه التصريحات العنترية من جانب بنيامين نتنياهو لو لم يكن لديه ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية ليمضي فيما يفعله ما كان يمكن أن يفعلها. هذه التوصيات التي أو الآراء التي تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية يعلم نتنياهو أنه ليس مقصودا بها، وإلا لاضطرت أو لاتخذت الولايات المتحدة قرارا حاسما. أنا لا أقول أن بنيامين نتنياهو يمكنه أن يعارض الرغبات الأمريكية، إذا كانت هذه الرغبة جادة وهو يعرف ولديه كثير من المؤشرات من كل الوزراء في الحكومة الأمريكية ومن جو بايدن، لو أن هذه رغبة حقيقية وأن الولايات المتحدة مصرة على أن يفعل ذلك لفعله بنيامين نتنياهو. ونحن نعتقد منذ اليوم الأول أن الولايات المتحدة تدير وتشرف على كل الخطوات المتعلقة بالتحركات الإسرائيلية، وهي على اطلاع كامل بهذا الموضوع. خلاصة الموضوع، لو كانت هذه التوصيات جادة ومشفوعة بما يمكن أن يجبر نتنياهو على هذا الموضوع لا يمكن أن يعارضها، ولكن بما أن هذه التوصيات حتى هذه اللحظة هي على نفس شاكلة التوصيات خلال 50 أو 60 يوما تقريبا من هذه المواجهة، فإنه لن يتبع ولن يعني يستمع لهذه التوصيات بشكل أو بآخر. سيد جو، هل تعتقد بأن واشنطن ستمارس ضغوط هذه المرة على إسرائيل لكي لا تكرر ما فعلته في شمالي القطاع من الناحية الإنسانية؟ طبعا الولايات المتحدة تستطيع أن تمارس الضغوط على إسرائيل، فبايدن يتحدث عن نتنياهو ووزير الخارجية يزور إسرائيل، وعلاوة على ذلك هذه الإدارة ملتزمة لتوفير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، المليارات من المساعدات العسكرية. لا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تمارس ضغوط حقيقية على نتنياهو، وستواصل طبعا تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر كما فعلت من قبل. ونتنياهو يدرك ذلك، هو يدرك أن إسرائيل ملتزمة أو عفوا الولايات المتحدة ملتزمة حيال إسرائيل.
سيد جو، اليوم أو منذ قليل كان هناك مؤتمر صحفي لقيادي في حماس أسامة حمدان، وقال فيه بأن الولايات المتحدة شريك بالانتهاكات الإنسانية التي تحدث في قطاع غزة، وبالتالي ستتم محاسبتها، يعني سترد حركة حماس على هذا التدخل الأمريكي. كيف تقرؤون تصريحات المماثلة وكيف يمكن أن تترجم برأيكم؟ I wouldn't make too much of it. لن أعير الكثير من الاهتمام لتصريحات من هذا القبيل، فحركة حماس لديها القليل من الإمكانات التي تسمح لها بالدفاع عن قادة هذا كل ما في الأمر. سيد صبحي، بدوركم كيف تقرؤون تهديدات مماثلة؟ يعني نعلم بأن معظم الميليشيات أو حتى يعني الفرقاء يردون في مختلف الدول على قواعد أمريكية، إن كان في العراق أو في سوريا، نرى ما يحدث اليوم من استهداف حوثي كذلك لمصالح أمريكية. هل تعتقد بأنه سنشهد تصعيد مختلف، يعني ربما استهدافات ليس فقط على المصالح الأمريكية في المنطقة وإنما في بقاع أخرى في العالم مثلا؟ يعني أنا أقرأ هذا التصريح على أنه رسالة إلى بقية الأزرع الموجودة في المنطقة، والتي يعني تتفق مع حماس بشكل أو بآخر، والتي أيضا هي موالية لإيران تماما، وهذه الرسالة موجهة إلى هؤلاء لأنهم هم في الحقيقة الذين يمكنهم أن يقوموا بهجمات أو بضغوطات أو باستهداف بعض المصالح الأمريكية أو بعض القواعد الأمريكية أو الجنود الأمريكيين هنا أو هناك، ولكن حماس لا يمكنها القيام بهذا الموضوع تماما لأنها موجودة في قطاع غزة، ولا يمكنها وليس لديها الإمكانيات لكي تقوم باستهداف المصالح الأمريكية. ومن ثم أنا أقرأ هذا التصريح على أنه رسالة إلى الميليشيات الأخرى، نتحدث عن حزب الله، ربما يكون الحوثيون، ربما يكون بعض الفصائل الموجودة في العراق، حتى يقوموا بهذا الدور، أنه يعني تاني تعلن حماس على أنها مستاءة للغاية من تدخل أمريكا في هذا الملف، وتستحس أنصارها أو حلفائها أو المتعاونين معها لكي يقومون بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استهداف مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. هم يعلمون جيدا أن استهداف هذه المصالح واستهداف هذه القواعد يضغط على الرئيس الأمريكي، والرئيس الأمريكي حذر أكثر من مرة بأنه لن يسكت عن استهداف القواعد الأمريكية ولا الجنود الأمريكيين أيا كانوا، ومع ذلك ما زال الموضوع يعني خلينا أقول قيد الاتفاق على أن ألا يصل هذا الصراع بين هذه الفصائل أو هذه الميليشيات وبين الولايات المتحدة الأمريكية إلى أقصى من ذلك، لأنه في حال تطور الموضوع كما قال الرئيس الأمريكي فبكل تأكيد الولايات المتحدة جاهزة للرد، ويمكنها الرد ويكون الرد موجعا. سيد جو، هل تأخذ الولايات المتحدة بعين الاعتبار بأنه يمكن استهداف مصالحها ليس فقط في الدول المحيطة بقطاع غزة كما شهدنا في الآونة الأخيرة، وإنما أيضا على أرضها كما يحدث في بعض الدول الأوروبية؟ سيد جو، هل تسمعني؟ نعم. حماس ليس لديها القدرة على تنفيذ هجمات خارج غزة في الوقت الراهن، وحماس لم تستطع أن تنفذ هجمات على الأراضي الأمريكية، وحماس لا تتحكم في الأذرع الشيعية مثل حزب الله والحوثيين، وليس هناك رابط حقيقي، والواقع ليس هناك تنسيق بين هذه الجماعات. إذا كان هناك يد في كل ما يجري فيما يخص هذه الميليشيات فهي اليد الإيرانية، ولا أعتقد أن حماس وغيرها سوف تحاول تنفيذ هجمات ضد القوات الأمريكية. سيد صبحي، اليوم أيضا نعود إلى تصريحات القيادي في حركة حماس أسامة حمدان الذي قال بأن إسرائيل لم تستطع بعد اختراق الدفاعات المقاومة، وبالتالي كل ما تقوله عن بدء العملية البرية هو مجرد يعني تهويلات إعلامية. باعتقادكم هل هذا هو واقع الحال؟
يعني كل المؤشرات الواردة حتى على لسان القادة العسكريين في إسرائيل تؤكد هذه معلومة مؤكدة أن إسرائيل ما زالت لم تصل إلى ما تتمناه من خلينا أقول البنية التحتية للمقاومة أو لحركة حماس، وإلا لكانت أعلنت أو توصلت إلى حتى نفقا واحدا. ما زالت إسرائيل تدعي، ادعت في السابق في شمال غزة أن هذا الموضوع، أن هذا الشمال أو هذه المنطقة مستهدفة لأنها توجد فيها إمكانيات العسكرية لحركة حماس، وأن الأسرى ربما يكونوا موجودون هناك، وتوغلت بريا لتبحث عنهم فإذا بها لم تجد شيئا، ولا حتى حين قصفت المستشفى الشفاء. الآن هي تعيد نفس التجربة مرة أخرى وتقول أن هذا الموضوع موجود في خان يونس، موجود في جنوب قطاع غزة، وهي تحاول أن تجعل من ذلك ذريعة لتدخلها في هذه المنطقة وقصفها بالنحو الذي يتم في هذه اللحظة. ولكن بكل تأكيد النتائج الموجودة على الأرض أن إسرائيل لم تصل حتى هذه اللحظة، ولا الجيش الإسرائيلي ولا الاستخبارات الإسرائيلية لديها من المعلومات ما يقودها إلى تحقيق اختراق حقيقي في النيل من البنية التحتية لحركة حماس. سيد جو، فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة ما بعد القضاء على حركة حماس، في حال تم فعلا أو تمكنت إسرائيل فعلا من تحقيق هذا الهدف، هناك سيناريوهات متناقضة، نسمع الكثير عن تعدد الرؤى لمستقبل القطاع ما بعد حركة حماس. دائما الولايات المتحدة تعرض أن تمسك السلطة الفلسطينية بالأمن هناك، والأخيرة ترفض. هل هناك أي سيناريو مختلف يمكن لواشنطن أن تطرحه؟ واشنطن لديها السيناريوهات، ولكن القرار يعود لإسرائيل. ما ترغبه واشنطن هي بعض الإصلاحات في السلطة الفلسطينية حتى تسيطر على غزة بعد هزيمة حماس، وإسرائيل لا تقبل ذلك، وهي لا تقبل أيضا بقاء أي فلول من حماس في قطاع غزة. وبالتالي فإن إسرائيل ليس لديها خطة بعد تدمير والقضاء على حماس. المناقشات مع البلدان العربية السنية خلف أبواب مغلقة، وكذلك إعداد أو إصلاح السلطة الفلسطينية، كل هذه قضايا على الطاولة، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن. شكرا جزيلا لك العقيد جو بوتشينو، مستشار سابق لقائد المنطقة الوسطى، كنت معنا من واشنطن. كما أشكر أيضا الدكتور صبحي أسيلة، رئيس تحرير مجلة مخترات إسرائيلية، كان معنا من القاهرة. شكرا لكم. وكما بدأنا من غزة، نتابع أيضا من غزة، حيث لم تسلم أي منطقة داخل القطاع من التدمير جراء الغارات الإسرائيلية التي بلغت نحو 10,000 منذ بداية الحرب. الحي السعودي في رفح جنوب قطاع غزة تعرض إلى القصف الإسرائيلي، وهو حي شيدته السعودية لسكان غزة عام 2011. التفاصيل مع مراسل الحدث محمد عوض. نقف على ركام بعض المباني التي قصفت داخل الحي السعودي في رفح جنوب قطاع غزة، حيث شيدت المملكة العربية السعودية هذه المباني ومنحتها لبعض العائلات الفقيرة والتي أشرفت على تسليمها الأونروا. هذه المباني تحولت إلى هذا الركام الكبير بعد قصفها من قبل الطائرات الإسرائيلية، والتي خلفت عدد من الضحايا والإصابات من صفوف الأطفال والنساء. القصف الإسرائيلي أدى إلى نزوح عشرات العائلات التي تسكن في هذا الحي، والتي تعرضت لقصف متواصل في هذه المنطقة. بداية، إيش اللي صار معكم؟ أول شيء إحنا كنا قاعدين في بيوتنا آمنين، فجأة في منتصف الليل تم تدمير بيوتنا بالكامل، وتم انتشال عشرات الشهداء من تحت الأنقاض، وأنا كنت حاضر على هذا الحدث، وانتشلت شهداء وشفت شهداء بعيني، طلعت أطفال من تحت الركام. تم تدميرنا زي ما انتم شايفين، تم تدمير البيوت بالكامل على رؤوس سكانها، ناس آمنين، ناس ما لا لهم علاقة في، يعني لهم مش أي علاقة في كل المقاومة وأي شيء، تم تدميرهم بالكامل. انتوا وين مصيركم الان بعد قصف هاي البيوت؟ احنا مصيرنا الان في المدارس، نزحنا من بيوتنا الى المدارس، الى اماكن نسكن فيها، لانه تم تدمير بيوتنا كامله. كنا عايشين بالاجارات، وكنا عايشين طول حياتنا بالاجار، لما سلمنا الدور عشنا بمناطق امنه وافضل من
أفضل من الأجرات، وكنا نتنقل، استلمنا دورنا على أساس أنه أماكن آمنة، وتم تدميرها كما شاهدتم. شكرا لك. إذن هي يعني أمنيات من كثير من المواطنين بضرورة تمديد الهدنة الإنسانية والتي مكنتهم إلى العودة إلى منازلهم. ونحن في رفح جنوب قطاع غزة والتي تشهد عملية نزوح جديدة من سكان المناطق الأخرى بعد تهديد الجيش الإسرائيلي لهم بقصف منازلهم تحديدا في المناطق الشرقية لخان يونس جنوب قطاع غزة. لقناة تيار العربي والحدث، محمد عواد، غزة، فلسطين. وفي 19 أيضا، ولكن بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يستهدف بنى تحتية لحزب الله. سيفي الحوثي بالتعهدات التي قطعها أمام الأمم المتحدة؟ هم يريدون الوصول إلى سلام عبر الضغط العسكري وليس عبر بناء الثقة. 3000 يوم من الحصار، رسالتنا إلى المجتمع الدولي. الميليشيا الحوثية بتقصف مواقع القوات الحكومية بالمدفعية. اليوم هذه الميليشيات تمارس التمييز العنصري والتفوق العرقي. جماعة أيضاً هي جماعة ذات ارتباط بالأجندة الإيرانية وصنعت لأذية الجيران. ما الذي بيد الحكومة للتصدي لكل ما تقوم به الجماعات الحوثية؟ الطريق هو المواجهة المسلحة مع الميليشيات والتحرير. الوضع الاقتصادي اليوم يتدهور وبحاجة إلى عملية إنقاذ عاجلة. الحوثيين لم يتركوا حقا من حقوق الإنسانية إلا واستهدفوه. كان يمكن للأمم المتحدة أن تتخذ حلولا أخرى. هل يمكن المجتمع الدولي أن يكون ضاغطا معكم ضد الميليشيات؟ تتواصل المواجهات العنيفة، الوضع كارثي، هنالك معاناة كبيرة كما تشاهدون. كيف ستتعامل روسيا مع بدء الهجوم المضاد؟ الجيش الروسي فوجئ بأنه مضطر لحرب عصابات. خرسون وزاباروجيا تعاني كارثة إنسانية كبيرة جدا. هل يعني ذلك بالفعل لم تستطع موسكو حسم عمليتها العسكرية؟ المشكلة التي قد نتفاجأ بها هي كسر الخطوط الحمراء. على الطرف الآخر، هذا هو خط الجبهة الأول، تم إجلاء 1700 شخص من مناطق خرسون المختلفة. رشا سلاح نووي في بيلاروسيا هو استعراض قوة عن رسالة تهديد. أظن الغرب هو يريد استنزاف روسيا. هذا الهجوم كان لابد أن يحدث. هذه كارثة لأوكرانيا. كيف يمكن بأن أوكرانيا يمكن أن تفجر السد الخاص بها؟ أحييكم من جديد. ونتابع من الجبهة الشمالية، إذ قالت صحيفة هارتس إن 10 جنود ومدنيا واحدا نقلوا إلى المستشفى إثر إصابتهم في هجوم بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه حزب الله من جنوب لبنان. وكان مراسل الحدث قد أفاد في وقت سابق بإطلاق صواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون باتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن صاروخا مضادا للدبابات أطلق على مركبة تابعة له في منطقة بيت هليل أسفرت عن إصابة عدد من الجنود. وقال إن المدفعية الإسرائيلية ترد على مصادر النيران في لبنان. وكان حزب الله قد أعلن استهدافه لمواقع زبدين والرادار ورويسات العلم في مزارع شبع اللبنانية. وفي وقت لاحق قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائراته قصفت عدة أهداف لحزب الله في لبنان ردا على هذا الهجوم. ومن الحدود الجنوبية اللبنانية ينضم إلينا مراسل الحدث محمود شكر. محمود أهلا بك، ما جديد التطورات العسكرية الدائرة على الحدود؟ آخر هذه التطورات هو عدد من القذائف المدفعية الإسرائيلية التي سقطت على مثلث مروحين باتجاه أطراف بلدة عيت الشعب من جهة الغرب. هو عدد من القذائف سقطت وراء بعضها البعض ولم يفد عن وقوع إصابات لأنها سقطت في أراضٍ
مفتوحة، وكان قبل ذلك قد انفجر صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية في آخر نقطة عند القطاع الغربي، ولم نتمكن من الوصول إلى معلومة إذا كان هذا الصاروخ قد عمل مباشرة ضد أجسام مشبوهة كانت في طريقها كما يقول الإسرائيلي إلى الداخل. بالإضافة أيضا إلى طول هذه الجبهة من رأس المياس في الناقورة إلى كفر شوبة ومزارع شبعة، لا يزال الطيران الحربي يقوم بطلعات جوية، في حين أن الاستطلاع لم يفارق سماء هذه الجبهة من ساعات الصباح حتى هذا التوقيت، فضلا عن أن الأهمية اليوم لمجرى العمليات العسكرية كان هذا الصاروخ المضاد للدروع الذي أطلق من القطاع الشرقي وتحديدا قرب منطقة الغجر باتجاه مستوطنة بيت هليل، والتي أيضا قال الجانب الإسرائيلي إلى أن 11 من الجنود واحد من المدنيين أصيبوا جراء إصابة صاروخ موجه لناقلة جند مدرعة من نوع M113. وما عدا ذلك كان القصف المدفعي الإسرائيلي بالإضافة إلى الحربي وإلى المسير هو يتنوع على عدة أهداف وعلى طول هذه الجبهة. طيب محمود، ماذا عن وضع الأهالي هناك؟ هل توسع رقعة الاشتباكات والاستهداف الإسرائيلي والعكس أدى إلى نزوح الأهالي أم أنهم اعتادوا الوضع؟ كلما تتوسع عمليات الاشتباك من رقعة إلى رقعة أوسع، بمعنى إلى أنها أبعد عن القرى والبلدات الحدودية، كلما يكون هنالك عمليات نزوح جديدة باتجاه المناطق الأكثر أمنا. ولكن لنكن موضوعيين، إلى أن هذه البلدات على الشريط الحدودي هي منذ بداية المواجهات العسكرية كان أهلها قد تركوها إلى مناطق أكثر أمنا، هم عادوا في فترة الهدنة تفقدوها، باتوا لليلة أو ليلتين أو ثلاثة ليالي فيها، وما أن عادت المعارك من جديد حتى تركوها، فضلا عن أن الكثير من المنازل هي تضررت أو تضررت جزئيا أو تضررت كليا، ولذلك كل هذه القرى التي هي على تماس الشريط الحدودي من 80 إلى تقريبا ما تحت أهلها قد تركوها ولم يبقى فيها أحد. ولكن عندما ندخل إلى أكثر من 5 إلى 6 كيلومترات تعود الحياة تدريجيا، كلما غصنا أو كلما تقدمنا أكثر في العمق كلما عادت الحياة أيضا إلى هذه القرى على مستويات التجارة والاقتصاد والتربية والصحة. شكرا لك مراسل الحدث محمود شكر، كنت معنا من الحدود الجنوبية اللبنانية. جبهة لا تهدأ، مناوشات صورية أو حرب ضد العواميد، تختلف التسميات والعناوين للأحداث جنوبي لبنان والنتيجة واحدة، استباحة كاملة لقرار الدولة اللبنانية بتحديد مصير شعبها وأرضها ومستقبلها، إذ يبدو واضحا أن حزب الله يحاول فرض معادلة جديدة على الحدود الجنوبية تجعل القرار الدولي 1701 في خبر كان، وتتخطى قواعد الاشتباك التي سادت منذ نهاية حرب 2006، وبات يهدد الواقع الجديد الذي فرضه حزب الله بقاء قوات اليونيفيل في الجنوب، ما يضع الدولة اللبنانية بمواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي بحسب مصادر أمنية لصحيفة المدن. في هذا السياق يقرأ حزب الله ما تم طرحه في القناة 12 الإسرائيلية حول ضرورة فرض منطقة عازلة
جنوبا بهدف إبعاد قوات حزب الله عن الحدود، وتسعى تل أبيب لدفع قوات حزب الله إلى شمال نهر الليطاني وإدخال قوة دولية إلى منطقتي مزارع شبعة وشمالي قرية الغجر وفقا للقناة الإسرائيلية. وما تطرحه إسرائيل سبق أن وافق عليه حزب الله والحكومة اللبنانية بعد حرب عام 2006، لكن بقي دون تنفيذ، وهو ما يعرف بالقرار 1701 الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي. ميدانيا، الترجيحات تشير إلى اندلاع صراع محتمل قد يزعزع المنطقة برمتها بحسب ما نقلته صحيفة لوموند الفرنسية. وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن إسرائيل تستعد منذ 2006 بهدوء لتصعيد محتمل على ما تسميه الجبهة الشمالية. في المحصلة الجبهة مدروسة، لكن خطأ بسيطا في الحكم على المستوى التكتيكي يمكن أن يؤدي إلى تصعيد لا يستطيع أي من الطرفين الهروب منه. يا ويلاه، ومن طرابلس شمال لبنان ينضم إلينا وزير العدل السابق والنائب في البرلمان اللبناني اللواء أشرف ريفي. مساء الخير سيادة اللواء، وأهلا بكم إلى 19. هل التطورات الجارية على الحدود في الجنوب اللبناني يمكن أن تعيد فعليا طرح القرار 1701 ويجعل إسرائيل تطبقه بعكس ما حدث منذ تبنيه عام 2006؟ مساء الخير. أهلا. احتمال وارد للأمانة. اليوم نعرف تماما انه الحدود اللبنانيه الفلسطينيه جنوبا حكما هي حدود اذا بدك فيها مناوشات عم تخلي الجبهه تقريبا حاميه. اليوم القرار الاممي 1701 اللي اكر سنه العام 2006 كان يقتضي او ينص على وجود منطقه عازله ما بين نهر الليطاني وبين الخط الازرق اللي يتواجد فيه إلا الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل فقط لا غير. إنما لم تطبق هذه النقطة. إسرائيل حكما إذا لم تحترم كامل قرارات الأمم المتحدة، ومن جهتنا حزب الله بكل أسف الحقيقة ينتشر جنوبا مخترقا إذا بدك، أو يعني يخترق القرار 1701 خلال وجود مسلحيه ورجالاته بجنوب النهر الليطاني إلى الحدود اللبنانية الفلسطينية. طيب، التطورات الأخيرة تنذر كما تقول بعض التقارير بتوسع هذه المواجهات لتشمل المنطقة برمتها، وهناك تحديدا تحذير يتعلق بالوضع في لبنان. هل تعتبر هذه التقارير دقيقة أم أنه مبالغ فيها؟ خلينا نحط دائما الحيل الأمانة، أي إنسان مسؤول أمني أو عسكري يجب أن يعني يحضر نفسه لأسوأ الخيارات. أسوأ الخيارات يعني اشتعال الجبهة الجنوبية في لبنان. اليوم نحن يجب أن نحتمي ونحترم القرارات الدولية وقعناها بكل إرادتنا سنة 2006 مع احترام مع تعهد بتطبيق كل بنوده بما فيها أن تكون المنطقة جنوب نهر الليطاني منطقة عازلة ما فيها وجود إلا الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل فقط لا غير. مشان هيك أنا بتصور اليوم خلينا نشوف إنه العدو الإسرائيلي بحالة إذا بدك هستيريا كاملة نتيجة التطورات الأخيرة اللي بلشت ب 7 أكتوبر 2023. اليوم الاحتمال خلينا نكون واقعيين قد يكون 50% احتمال أن تندلع الاشتباكات في جنوب لبنان. طيب، الكل يجمع بأن إسرائيل تحاول جر حزب الله إلى هذه الحرب، والحزب يمتنع نوعا ما عن طريق فقط الرد صوريا أو رمزيا إذا صح التعبير. هل تعتقد بأنه الحزب فعلا يحاول تجنب خوض هذه المواجهة؟ الحزب محرج للأمانة. أولا هو كان عم ينادي بوحدة الساحات باعتبار أنه هو ما يحصل في فلسطين أو في غزة يجب أن يقابله بما يوازي التطورات في غزة، لم يحترمها أو لم يتقيد فيها. كذلك الأمر البند الثاني اللي كسره واللي لم يحترمه اللي هو قواعد الاشتباك. قواعد الاشتباك عبارة بكل وضوح حتى نبسط للناس أنه هو العين بالعين والسن بالسن.
تضرب علي قذيف بضرب علي قذيف، تروح لي شهيد بروح لك قتيل. بالمقابل هاي المعادلة لم تحترم من الجانب اللبناني، ما في كذلك الأمر حياة، العين بالعين ومبدأ العين بالعين بالسن بالسن منه مطبق الحياة. الكل بنعرف تماما عندنا حوالي تقريبا ما يقارب 100 شهيد من جهة الجهة اللبنانية. هناك كلام أو معلومات أنه العدو الإسرائيلي مرح له أكثر من 10 قتلى. بالمقابل هناك حرق لحوالي 5 مليون متر مربع مناطق زراعية بالفوسفور الأبيض، لم يقابل حزب الله بأي شيء مماثل على الأراضي الفلسطينية المحتلة. بتصور حتى هذا المبدأ لم يطبق. احتمال أن يعتدي العدو الإسرائيلي اليوم، حتى كل القيادات الإسرائيلية تنادي أنه لا يمكن أن نعيد المستوطنين إلا مستوطناتهم، إلا من نأمن الجبهة الجنوبية والجبهة الشمالية. جبهة الشمالية يعني جبهة لبنان فلسطين بهالمعنى هذا الحقيقة. عشان هيك احتمال وارد تماما. اليوم القادة الإسرائيليين بحالة إذا بدك غليان، بحالة هستيريا كاملة نتيجة الصفعة اللي تلقوها بسبعة أكتوبر. عشان هيك كل الاحتمالات، بعدين هن رايحين على المحاسبة وعلى المحاكمة، عشان هيك ممكن يعملوا أي شيء لإطالة أمد المواجهات العسكرية للهروب من المحاسبة، وبنفس الوقت حيا لا يعطوا لحالهم دور المنتصر في مكان ما لتكون المحاسبة أقل ويكون الثمن أقل. طيب على مستوى آخر، على المستوى الداخلي في لبنان، كيف يمكن لهذه الأزمة أن تنعكس؟ يعني رأينا بأنه المبعوث الفرنسي جان إيف لوتريان أتى إلى لبنان، أصبح الحديث عن شغور الموقع الرئاسي ثانوياً مقارنة مع قيادة الجيش. يعني هناك مساعي للتمديد لقائد الجيش بسبب الوضع الأمني في البلاد. كيف تعتقد بأنه كل هذه التطورات على الحدود تؤثر على الداخل اللبناني؟ طبيعي تؤثر. اليوم أغلب القوى اللبنانية تناشد كل السلطات، سواء كان السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، بتمديد بتأخير تسريح قائد الجيش ليكون الوضع مستقر ضمن مؤسسة، آخر مؤسسات اللي هي باقية على إجرائها في لبنان، واللي هو فعلا يؤمن الاستقرار والاستتباب الأمن ضمن حدود مقبولة نسبيا. الحقيقة اليوم تغيير القيادة، وخاصة إذا كانت قيادة ناجحة القيادة الحالية، بيكون خطأ استراتيجي. هناك من يشوش على هذا القرار أنه لبنان هو أقلية الأمانة. أغلب اللبنانيين يعني يطالبون بتمديد ولاية قائد الجيش الحالي للحفاظ على الأقل الحد الأدنى من الأمن، حد الأدنى من الانضباط والاستقرار. بالمقابل هناك وعود من الحكومة أنه تعمل هي جهدها لتقر هذا الموضوع، وكذلك الأمر عندنا احتياط حتى وعد من الرئيس بري كسلطة تشريعية أن تقر حكم، أن يعلن عن جلسة قبل 15 شهر الجاري لإقرار حكما تمديد الولاية، سواء كان بجلسة بعدة بنود أو ببند وحيد. اليوم هو كان عم يطالب أنه بعدة بنود، برأيي حتى قوى المعارضة ما عنده مانع أنه تكسر كل موقف المبدئي احتراما لمصالح لبنان واستقرار لبنان والمصالح الدولة العليا. طب ماذا عن الموقع الرئاسي؟ يعني هل لا يزال هناك محاولات لسد هذا الشغور أم ليس من الأولويات حاليا؟ في منادات بس ليس من الأولويات بكل أسف. خلينا نكون واقعيين حتى ما نبيع ناس كلام هوائي. اليوم الموضوع الرئاسي صار إما عرف أو بالتلاجة، إن شاء الله يكون عرف مش بالتلاجة، لأن التلاجة بيكون وقت أطول. الحياة صارت الأمور مرتبطة بالوضع الإقليمي، وكله الحياة حسب نتائج المواجهة اللي تجري في فلسطين المحتلة بتشوفي أنه الأمور كيف هي بأي اتجاه ذاهبة. طيب شكرا جزيلا لك وزير العدل السابق والنائب في البرلمان اللبناني اللواء أشرف ريفي، كنت معنا مباشرة من طرابلس شمال لبنان، شكرا لك. خلال حرب غزة سقط شعار وحدة الساحات الذي لطالما رفعته إيران وميليشياتها في المنطقة. الأمر لم يتوقف هنا، بل وصل إلى مشحنات وتطاحنات لفظية بين مختلف الميليشيات المدعومة من إيران، خاصة في العراق حيث تتبادل الاتهامات فيما بينها. شعارات ميليشيات إيران في المنطقة تسقط تباعا بعد أن سقط شعار وحدة الساحات. الميليشيات المدعومة من طهران تعيش حالة من الفوضى والتطاحن اللفظي والمشاحنات حول من هاجم القواعد الأمريكية.
فخلال أيام وقف إطلاق النار في غزة جنح قادة جماعات مسلحة إلى التقليل من شأن بعضهم البعض وإفشاء أسرار الأطراف الأخرى، كما فعل الأمين العام لكتائب حزب الله العراقي من خلال عده للجماعات التي شاركت في مهاجمة القواعد الأمريكية واستثنائه أخرى. لكن سرعان ما ردت ميليشيا عصائب أهل الحق بالقول إن الأمر لا يعد أن يكون غياباً للشعور بالمسؤولية وعدم اعتراف بالوقائع على الأرض. الانقسامات تجلت في بيانات الميليشيات التي تعارضت بشكل كبير، ففي الوقت الذي دعت بعضها للتهدئة وخفض نسق الهجمات على القواعد الأمريكية، أكدت أخرى ضرورة التصعيد ضد الأصول الأمريكية، بل وإعلان الحرب على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا. حدة الانقسام لم تتوقف هنا، بل شملت الجماعة الواحدة بين من يدعو للتهدئة ومن يسعى لعكس ذلك. المشاحنات بين الميليشيات التابعة لإيران تظهر بشكل جلي أن أقصر توقف في العمليات يتسبب كالعادة في انقسامات بينها، وتنذر بإمكانية قيام مواجهات مسلحة بين هذه الميليشيات في المستقبل وفق محللين، رغم أن الداعم يبقى واحداً إيران. بلال البجديني، العربية. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام الساعة الأولى من 19 دقائق، ونفتح ملفات الساعة الثانية، وعلى رأسها متابعة التطورات العسكرية ولا سيما الإنسانية في قطاع غزة. ابقوا برفقتنا. שכונת בקשי בתוך מסגד נמצא פיל. ماشي.
يبدو كذلك. لا شيء يختلف. انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. تزويد أوكرانيا بالأسلحة وبهذه المعدات، هل هو إطالة أمد الأزمة؟ هذه الحرب أشعلت لتبقى وتدوم. القرار إيقاف الحرب في يد الولايات المتحدة الأمريكية. دقائق معدودة وتنتهي مهلة الهدنة. هل هذا الرفض الأوكراني سيترتب عليه تصعيد روسي لا محالة أم ليس بالضرورة؟ بدأ القصف الأوكراني وبدأ المرصد المحلي هنا يسجل الخروقات للهدنة. هل ما زالت كييف متمسكة بروايتها؟ ما يؤكد هذه الأعداد؟ حتى هذه اللحظة لا يوجد إقليم بشكل كامل في أيدي الروس، سوى طبعا شبه جزيرة القرم. بدل العملية ب 250 ألف دلوقتي بتوصل ل 700 ألف. هي حرب لا تزال تداعياتها متواصلة في ظل سؤال يطرح نفسه: إلى أين ستتجه هذه الحرب مستقبلا؟ نقف وإياكم الآن على مشارف مدينة درنا. من هنا بدأت الكارثة في درنا. هل يعني يستطيعون انتشال ناجين حتى الآن؟ وجدت جثة لأحد الأطفال أخرجها الغواصون أمامي. مدينة محيت بأكملها. أجلس الآن على عمارة منجرفة. سرعة الإنقاذ لدى في تعمل هنا سرعة الفشية لا تزال يحاول. هل يجري السماح بدخول أي شخص إلى المدينة؟ يعني هناك بسيط أمل لإنقاذ بعض الأشخاص إذا كانوا تحت الركاب. الرائحة في الداخل لا يستطيع أحد أن يتحمل. ها هم الغواصون يستعدون للنزول في محاولة منهم لانتشال العديد من الجثمين. بقايا بشر، بقايا أرواح، بقايا أحياء. حتى نحن والإعلام وأهل دارنا بعد ما استوعبوا اللي صار معهم أو حتى اللي عم بيشوفوه هذه اللحظة، يعني هل هم ما زالوا موجودين؟ الآن أسئلة كثيرة حول الموضوع البيئي. الحدث مدينة درنا. لماذا الجيش لم يتدخل لوقف هذه الانتهاكات؟ ومن هي هذه الجماعات المتفلتة من قوات الدعم السريع؟ تعاني هذه المناطق من عدد من المتفجرات التي لم تنفجر. هل من المعقول أن يترك الناس لمصيرهم هناك؟ ماذا بعد وقف إطلاق النار؟ هل سنعود مرة أخرى للأزمة؟ ماذا إن لم يستجب الطرفان الجيش وقوات الدعم السريع؟ لما ستطرحه الإيجاد؟ نيروبي الآن تأوي قادة الدعم السريع. هل كانت هدنة تمهد لمفاوضات جدية أم فقط لراحة الطرفين؟ أنا بناشد هنا حميتي وبناشد كمان برهان إني وقف الحرب. الناس تعبت، الناس على تتعذب بالعذاب شديد. أتحدث عن الأدوية الناقصة، أتحدث عن أن بعض المشافي التي اتخذت مراكز ربما تكون قد تضررت. الوضع الصحي لا يمكن إلا أن يوصف بأنه كارثي. للتطورات والمستجدات الأمنية على الأرض، هذه المنظمات الإقليمية سواء الاتحاد الأفريقي أو الإيجاد أو خلافه هي واقفة الآن بتتفرج في الشعب السوداني. ما الفكرة من هدنة اليوم واحد فقط؟ يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا
ماذا حدث؟ ولماذا حدث؟ وكيف حدث؟ إسرائيل تشطر قطاع غزة إلى نصفين وتهاجم براً جنوبي غزة المكتظ بالسكان والنازحين. نتنياهو يقول إن إسرائيل تواصل الحديث مع حماس حول الأسرى وإنها تفعل ذلك بالنار. الجماعات الموالية لإيران في المنطقة تصعد في سوريا والعراق والبحر الأحمر. تعثر التوصل لاتفاق في جدة، والجيش السوداني يتمسك بخروج الدعم السريع من الخرطوم. أهلا بكم إلى الساعة الثانية من 19. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ عمليات برية موسعة جنوبي قطاع غزة، وقال إن قوات مدرعة في المنطقة بدأت بالفعل في العمل ومهاجمة أهداف تابعة لحماس، مضيفا أنه من المتوقع أن يوسع قواته في المنطقة والعملية البرية قريبا. وقال مراسل الحدث في غزة إن مدينة خان يونس تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف خلال الساعات الأخيرة بهدف التوغل من جهة الشرق، وأضاف أن الدبابات الإسرائيلية قصفت بشكل عنيف مناطق القرارة وخزاعة والزنتة في ذات الحي، حيث تواجه مقاومة عنيفة. كما تمركزت وحدات من الجيش الإسرائيلي في شارع صلاح الدين، وقامت بفصل محافظة غزة الوسطى عن المناطق الجنوبية ومنعت الحركة فيها. فيما استهدف الجيش الإسرائيلي وفق مراسل الحدث قوات الدفاع المدني التي حاولت انتشار الضحايا في المنطقة. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تواصل الحديث مع من وصفته بالعدو بشأن الأسرى وإنها تفعل ذلك بالنار. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة القتلى منذ بدء الحرب على القطاع إلى أكثر من 15,500، وأوضحت أن 70% من ضحايا الهجمات الإسرائيلية هم من النساء والأطفال. يرتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة 15,523 شهيد، وإصابة 41,316 مواطن بجراح مختلفة. ولا زال 70% من ضحايا هذا العدوان يتركز في الأطفال والنساء. ومن خان يونس ينضم إلينا مراسل الحدث محمد عوض، ومن رام الله ينضم إلينا مراسل الحدث خالد القاسم. أهلا بكما إلى 19. أبدأ معك محمد، وجديد التطورات في القطاع في جنوبي القطاع، هل فعلا بدأ التوغل الإسرائيلي البري كما تزعم إسرائيل وكما تنفي حماس؟ نعم، بدأ التوغل البري على الأرض، ويرافق هذا قصف عنيف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية
والذي أدى إلى توغل إلى عدد من الكيلوات الأمطار تحديدا في منطقة خان يونس، منطقة القرارة، وهي المنطقة التي تفصل محافظة وسط قطاع غزة مع جنوب قطاع غزة، حيث تدور في تلك المنطقة اشتباكات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وأيضا الفصائل الفلسطينية التي قصفت تلك الآليات بقذائف الهاون وقذائف الياسين المحمولة على الكتف. عقب ذلك قصف عنيف من قبل الطائرات الحربية أحدثت أسوارا من اللهب في تلك المنطقة، وهي الناتجة عن الاشتباكات التي حدثت والقصف الذي تزامن مع تلك الاشتباكات. حتى الآن الجيش الإسرائيلي يتمركز في محور صلاح الدين، هناك تقدم للآليات اتجاه منطقة الجنوب وسط إطلاق نار كثيف وعنيف من قبل الآليات الإسرائيلية التي تتمركز وتتوقف أيضا في منطقة القرارة، وهي البلدة الشمالية التي تفصل محافظة خان يونس عن المحافظة الوسطى. الجدير ذكره بأن الطريق والحركة إلى وسط قطاع غزة انقطعت من شارع صلاح الدين، فيما بقيت الطريق مفتوحة بشكل جزئي من شارع البحر، وهذا ما شهدناه طيلة هذا اليوم حينما تحركنا من المنطقة الجنوبية إلى وسط قطاع غزة. شاهدنا القصف الإسرائيلي للشوارع ومحاولة البلديات لتسوية تلك الشوارع التي قصفت من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. إلى جنوب قطاع غزة أغارت الطائرات أيضا على منازل للمواطنين، أحدثت هذه الغارات عددا من الضحايا وأيضا أحدثت دمار كبير في صفوف في منازل المواطنين، تحديدا في مخيم يبنى وحي الجنينة. معبر رفح مفتوح بشكل جزئي لإدخال المساعدات أكثر من. طيب سأعود معك محمد إلى الشق الإنساني. سلمت للهلال الأحمر فلسطين. سأعود إلى إدخال المساعدات، ولكن دعنا نستطلع الأوضاع في الضفة مع زميلنا خالد القاسم. خالد، كنت أفدتنا في نشرة أو في الساعة الأولى من 19 عن سقوط فتى، سقوط قتيل، واستمرار حملة المداهمات والاعتقالات. هل هناك أي جديد في هذا الشأن؟ نعم، في هذه الأثناء تقتحم قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مخيم العروب شمال مدينة الخليل، وتتمركز في العديد من أحياء المخيم وسط مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين، ولا بلاغ عن وجود إصابات في هذه الاشتباكات. إضافة إلى ذلك يتوغل الجيش الإسرائيلي في مخيم عايدة بالقرب من مدينة بيت لحم، وينشر القناصة فوق أسطح المنازل وسط مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية. قبل ذلك كان اقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة سيلة الظهر بمحافظة جنين، ودارت مواجهات واشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين أدت إلى إصابة فلسطيني واعتقال العديد، فيما اعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة جندي جراء تفجير عبوة ناسفة محلية الصنع في بلدة سيلت الظهر. إضافة إلى ذلك أصيب فتيين برصاص المستوطنين في بلدة دير قديس غرب رام الله، وكان مجموعة من المستوطنين قتلوا فلسطينيين وأصابوا فلسطينيين آخرين في بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت. إضافة إلى ذلك قتل في بلدة تل فتى فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي، وصباحا قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا في مدينة قلقيلية أثناء اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدينة ووقوع مواجهات واشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي. حملة الاعتقالات الليلة الماضية وصباح اليوم طالت أكثر من 60 فلسطينيا من مختلف مناطق الضفة الغربية. أعود إليك محمد فيما يتعلق بدخول المساعدات. نعلم بأنه تم إدخال مساعدات، ولكن قيل بأنها شحيحة جدا نسبة للاحتياجات. هل لك أن تحدثنا أكثر عن حجمها وعما تحويه؟ نعم، أكثر من 100 شاحنة دخلت هذا اليوم إلى قطاع غزة وسلمت من الهلال الأحمر المصري إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، وهي تحمل بعض الأغذية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الإيواء والمياه.
حيث تم توزيع تلك المساعدات من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني للنازحين داخل مراكز الإيواء. هذه المساعدات لا تفي بالاحتياج الموجود هنا في قطاع غزة، خاصة مع نداءات وزارة الصحة إلى ضرورة فتح معبر رفح البري بشكل دائم لتتمكن المؤسسات الدولية والدول الأخرى من إرسال المزيد من الشاحنات لتغذية العجز الكبير التي تعاني منه المنظومة الطبية، خاصة في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل على جنوب قطاع غزة، وهذا ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية أكثر من الأيام الماضية. طالبت وزارة الصحة قبل قليل إلى ضرورة إدخال الوقود والأدوية والمستلزمات الخاصة لغرف العمليات والإنعاش، خاصة وأن المساعدات التي دخلت بداخلها بعض الأدوية التي لا تفي للاحتياج المطلوب هنا في مستشفيات قطاع غزة التي تتكدس بأعداد كبيرة من النازحين، وأيضا بعدد الإصابات التي افترشت الأرض ويتم علاجها على الأرض بسبب النقص الكبير في الأسرة وفي مستلزمات التدخلات الجراحية. شكرا جزيلا لك مراسل الحدث محمد عوض، كنت معنا من خان يونس. كما أشكر أيضا مراسل الحدث خالد القاسم، حدثنا من رام الله، شكرا لكما. أكد مدير عام المستشفيات في قطاع غزة محمد زقوت أن المستشفيات العاملة الآن في غزة هي فقط مستشفى كمال عدوان والعودي والأهلي العربي. زقوت كشف أن المستشفيات العاملة سعتها الاستيعابية صغيرة ولا يجري فيها عمليات جراحية كبيرة ولا يوجد فيها عناية مركزة، وأضاف أن مستشفيي الشفاء والإندونيسي توقفا عن العمل كما أعلن الجيش الإسرائيلي، وأن المستشفى الأوروبي في خان يونس منطقة اشتباك وقصف مستمر، وبالتالي فإن الكثير من الطواقم غادرت، واصفا الوضع بالإبادة الجماعية. وأشار زقوت إلى أن مستشفيات الجنوب تعاني من اكتظاظ أعداد الجرحى والمرضى. قال الجيش الإسرائيلي إنه كشف 800 فتحة لأنفاق تابعة لحركة حماس منذ بدء الحرب على غزة، مضيفا أنه دمر أكثر من نصفها. وقال في بيان إنه دمر 500 فتحة من أنفاق رئيسية تابعة لحماس. من رام الله ينضم إلينا الكاتب السياسي خليل شاهين. أهلا بك أستاذ خليل إلى 19. أبدأ معكم بهذه التحذيرات الأمريكية، على ما يبدو تحذيرات شديدة اللهجة لإسرائيل من عدم تهجير سكان قطاع غزة إلى كما يجري أو كما يتوقع أن يحدث إلى رفح إلى غربي البلاد، لأنهم ضد تهجير الفلسطينيين. ومسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قال بأن واشنطن حصلت على تأكيدات من إسرائيل بأنها ستنشئ ممرات إنسانية آمنة من أجل تجنيب ذلك. هل تعتقد بأن إسرائيل ستتعامل في جنوب القطاع بخلاف ما تعاملت به في الشمال؟
يعني أولا بالنسبة للموقف الأمريكي هو يتحدث عن التهجير القسري، ولكن الولايات المتحدة لا تعتبر كل هذا النزوح الذي حدث من مدينة غزة وشمالها إلى الجنوب تهجيرا قسريا، هي تعتبره تهجير طوعي. يعني الناس يعني بطلب من إسرائيل قامت بالنزوح، ولكن كل ذلك تم يعني تحت وطأة الضغط العسكري وعمليات القتل والقصف المتواصل، وبالتالي تهجير قسري ما تقوم به إسرائيل الآن أيضا في منطقة شرق خان يونس هو تهجير قسري، لأنها يعني قسمت منطقة يعني خان يونس إلى ما يشبه رقعة الشطرنج، وطلبت من الناس الانتقال من مكعب إلى آخر، يعني وصولا إلى بعض المناطق التي قالت إنها آمنة ولكنها مع ذلك تتعرض للقصف. وهكذا الحال فيما يتعلق برفح. إسرائيل في بدورها تقول أنها لا تقوم بتهجير قسري وأنها تستجيب للطلب الأمريكي، ولكنها عمليا يعني هناك مخاوف، يعني وهذا الأمر يتكرر حتى على لسان بعض المحللين الإسرائيليين بأن إسرائيل سوف تضغط باتجاه يعني دفع الناس نحو رفح، ولكن لن تستطيع أن تستكمل عملياتها العسكرية بالقضاء على قدرات حركة حماس ما لم تقم بعمليات عسكرية على محور فيلادلفيا، أي على خط الحدود بين مصر وقطاع غزة البالغ نحو 14 كيلومتر، وهي قضية حساسة جدا، لأن مصر يعني على الأرجح لن تكون مرتاحة للقيام بذلك. من شأن هذه العمليات والقصف أن يؤدي فيما يؤدي إليه أيضا إلى تدمير يعني منطقة ما تعتقد إسرائيل أنه منطقة أنفاق، وبالتالي تدمير السياج الأمني في وقت تقوم فيه قوات الجيش المصري ببناء سواتر ترابية لمنع التهجير من قطاع غزة. ما السيناريو الذي قد يترتب على ذلك وفق بعض التقديرات هو استمرار الضغط العسكري وتدمير يعني الحاجز الموجود يعني ما بين قطاع غزة ومصر، سيؤدي إلى فرار الناس باتجاه يعني سيناء، وبالتالي هذا الأمر لا يعتبر تهجيرا قسريا، يترك للناس يعني الأمر في هذه يعني الحال. يعني نحن أمام وضع يعني شديد الخطورة فيما يتعلق بهذا الموضوع، وخاصة أن النوايا الإسرائيلية باتت واضحة أن قطاع طيب. غزة إذا قلت أستاذ خليل بأنه نعم نوايا إسرائيل هي فصلتها، هل تعتقد بأنه في الشمال لم يكن هناك من رادع، ولكن عندما يكون الأمور تقترب من الحدود المصرية هل تعتبر بأنه ستأخذ إسرائيل التحفظات المصرية بعين الاعتبار، وإضافة طبعا إلى التحفظات الأمريكية؟ يعني مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أو وزير الدفاع الأمريكي حذر من أن استهداف المدنيين سيلقيهم أكثر في أحضان حركة حماس، وبالتالي ولو كان هناك نصر فإنه سيكون هزيمة استراتيجية. هل لو أخذنا بعين الاعتبار كل تلك المعطيات يمكن أن ننتظر تعاملا مختلفا من إسرائيل في الجنوب؟ يعني من المبكر الحديث عن الوصول إلى هذه المرحلة التي يمكن فيها يعني قصف محور فيلادلفيا. أعتقد أن العملية العسكرية في مدينة غزة وشمالها يعني واجهت مشكلات كبرى ومقاومة عنيفة ما بعد انتهاء يعني التهدئة منذ يوم أمس، وحتى يعني قبل يعني ساعات هناك ضربات متتالية من قبل المقاومة الفلسطينية في مختلف المناطق في محيط مدينة غزة، وهو الأمر الذي تشير بعض التقارير دفع إسرائيل على ما يبدو إلى إعادة سحب عدد كبير من قواتها التي كانت قد توغلت من شمال غرب قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة. هذا الأمر يشير مع استمرار الضغط على منطقتي دير البلح، شرق دير البلح وشرق وجنوب شرق خان يونس، إلى أن هناك محاولة على ما يبدو لتغيير الخطة الإسرائيلية والاتجاه يعني من غلاف قطاع غزة من الشمال إلى يعني الى الشرق للضغط اكثر على يعني منطقتين وهم جنوب شرق دير البلح وجنوب شرق خان يونس، ما يعني ان اسرائيل خطتها الان التركيز على محاوله التوغل الذي قد يبدا يعني هذه الليله للفصل ما بين وسط قطاع غزه وجنوب قطاع غزه، اي الفصل ما بين دير البلح وما بين ومخيماتها وما بين يعني خان يونس ومنطقه يعني الجنوب، وربما محاوله اعاده يعني التوغل في شمالا باتجاه يعني الشجاعية وحي الزيتون من الجنوب وليس من الشمال الغرب وشمال الشرق. يعني لذلك أعتقد أن هذه المرحلة ستأخذ بعض الوقت قبل أن تنتقل إسرائيل إلى مرحلة أوسع تتعلق بالتوغل باتجاه مدينة يعني رفح، لكن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل تدفع أو سوف تدفع الناس في نهاية الأمر إلى منطقة تعتبرها آمنة في غرب مدينة رفح، ولكن الأمريكان وحتى بعض المحللين الإسرائيليين يقولون أنه لا يمكن تخيل الدفع بنحو 1,800,000 مواطن لمنطقة صغيرة جدا يعني في غرب رفح، لأن هذا الأمر يعني أن إسرائيل سوف تدفع باتجاه يعني دفعهم إلى الفرار.
يعني إما باتجاه مصر أو باتجاه البحر. أستاذ خليل، كان هناك تصريح لافت لأسامة حمدان منذ حوالي ساعتين، تحدث فيه عن أن الولايات المتحدة شريك في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل وستدفع الثمن، سيكون هناك استهداف لها. كيف يمكن أن يترجم تصريح مماثل؟ يعني من الواضح أن إسرائيل شريك، يعني الولايات المتحدة هي شريك، يعني هي التي أعطت إسرائيل، ليس الضوء الأخضر، هي يعني الكل كان يشير يعني إلى أن يعني هذا الهجوم الإسرائيلي أو ما بعد التهدئة يعني تزامن مع حضور بلينكين لاجتماع مجلس الحرب، يعني بمعنى أنه نعم، ولكن الفكرة أستاذ خليل بأنه سيتم تدفيع الولايات المتحدة الثمن، يعني هل يمكن أن يترجم ذلك بطريقة ما برأيكم، بهجمات معينة؟ ماذا يقصد من ذلك، أم أنه فقط من باب التهويل الإعلامي؟ لا أعتقد أنهم من باب تهويله، ربما يقصد الثمن السياسي بأن الولايات المتحدة تخسر، يعني الإدارة بايدن بشكل أساسي تخسر داخليا بفعل الاحتجاجات الواسعة في الولايات المتحدة، وبفعل وجود يعني تصدعات في داخل الحزب الديمقراطي، واتساع أيضا المعارضة في أوساط الإدارة الأمريكية بما في ذلك من الموظفين داخل البيت الأبيض الذين يعارضون يعني هذا الموقف الأمريكي المنحاز. على صعيد العملياتي أعتقد أنه يخسر يقصد يعني ما يحدث يعني في اليمن في استهداف يعني السفن يعني الإسرائيلية، وأن إمكانية توسع ذلك ليشمل يعني ربما صدام مع يعني سفن حربية أمريكية، وكذلك ما يحدث في العراق وفي سوريا يعني بضربات تستهدف القواعد يعني الأمريكية. وفي نهاية المطاف أن حالة الغضب يعني تجتاح ليس فقط الدول العربية على المستوى الشعبي، بل وكذلك على مستوى الدول الإسلامية وقسم كبير أيضا من دول العالم سواء في أوروبا وحتى في أمريكا اللاتينية على الولايات المتحدة، بمعنى أن الولايات المتحدة تخسر في نهاية المطاف. لكن بالنسبة لحركة حماس فهي بالتأكيد لا تقوم بأي عمليات خارج نطاق فلسطين، هي لم تفعل ذلك في السابق وخاصة ما يتعلق بالولايات المتحدة، ولا أعتقد أنها سوف تفعل ذلك في المستقبل. شكرا جزيلا لك الكاتب السياسي خليل شاهين، كنت معنا مباشرة من رام الله. وفي هذه الساعة الإخبارية أيضا، ولكن بعد الفاصل، موالو إيران يصاعدون في سوريا والعراق والبحر الأحمر. أحييكم من جديد. لا تزال ميليشيات الحوثي تواصل استفزازاتها وتهديداتها للملاحة البحرية، حيث أفادت مصادر الحدث أنها حاولت استهداف عدد من السفن التجارية بصواريخ ومسيرات إيرانية. وقالت المصادر إن سفنا حربية إسرائيلية وأمريكية أحبطت عددا من المسيرات والصواريخ إيرانية الصنع في باب المندب، مضيفة أن إسرائيل أرسلت إلى البحر الأحمر وباب المندب عددا من القطع البحرية وغواصة متطورة
لرصد التحركات الإيرانية، وإنها تنسق مع نظيرتها الأمريكية العاملة في البحر الأحمر. مصادر الحدث أكدت أن اعتراض السفن التجارية من قبل ميليشيا الحوثي يضر بالملاحة البحرية ويرفع أسعار السلع، فيما أكد مصدر أمني للحدث أن وقف الحوثي عند حده وتحذير إيران من تهديداتها لسلامة الملاحة هو الحل الأمثل حالياً. أعلن البنتاغون تعرض سفينة حربية أمريكية وعدد من السفن التجارية لهجوم في البحر الأحمر، كما أفادت صحيفة تيليغراف البريطانية بتعرض سفينة مملوكة لبريطانيا لصاروخ قبالة سواحل اليمن. في السياق، أكدت مصادر الحدث وقوع هجوم حوثي على سفينة تجارية بريطانية في باب المندب، وأوضحت المصادر أن السفينة التي هجمتها جماعة الحوثي ترفع علم بريطانيا وتقمها بريطاني. وأشارت مصادر الحدث إلى أن سفنا حربية أمريكية وإسرائيلية تصدت لهجوم الحوثي بالمسيرات على السفينة البريطانية. أعلن حزب الله العراقي أنه استهدف قاعدة أخراب الجير الأمريكية شمال شرقي سوريا. البيان يقول إنها أصابت أهدافها بشكل مباشر، وأن هجومها يأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مسيرة مجهولة استهدفت سيارة نقل مسلحين موالين لإيران قرب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي لناحية الحدود السورية العراقية. وكشف المرصد عن وجود معلومات عن مقتل من كانوا بداخل السيارة، مضيفا أن الفصائل الإيرانية في المنطقة في حالة استنفار. هذا وتشهد المناطق التي تسيطر عليها الفصائل الإيرانية داخل سوريا تشهد تصاعدا في معدل الهجمات التي تستهدف قادة وعناصر من جنسيات سورية وغير سورية. قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن إسرائيل ردت على الصاروخ الذي أطلق من بلدة بيجن في أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي، وهي منطقة واقعة تحت سيطرة حزب الله. الصاروخ أطلق من مزارع بيجن المسيطر عليها من قبل حزب الله اللبناني. بالتزامن مع ذلك كان هناك قصف متبادل بين الإسرائيليين وحزب الله على مزارع شبعة. سقطت قذائف أيضا على منطقة مزارع بيجن المحاذية لمزارع شبعة المحتلة. أيضا إسرائيل قالت بأنها قصفت مصدر إطلاق الصواريخ، لكن الصاروخ الصاروخ أطلق من هذه المنطقة. المنطقة هي بشكل كامل تحت سيطرة حزب الله اللبناني، وهي منتشر فيها قوات نخبة يعملون تحت أمر حزب الله اللبناني. ولكن على ما يبدو أن الصاروخ هو رسالة، ليس أكثر ولا أقل. ليست قضية استهداف لإسرائيل أو استهداف للجولان المحتل ومعركة كبيرة مثل الرسائل الموجودة دائما ما بين الإيرانيين والإسرائيليين في الأراضي السورية. قصف وقصف متبادل كان سابقا موجود هذا القصف. ومن واشنطن ينضم إلينا مايكل بريدجنت كبير المحللين في معهد هادسون والخبير الاستخباراتي المختص بالإرهاب والحركات المتطرفة. أهلا بك سيد مايكل إلى 19. أبدأ معكم بهذه الهجمات على القواعد الأمريكية، في إن كان من قبل الحوثيين أو من قبل ميليشيات تدور في الفلك الإيراني في العراق وفي سوريا لقواعد أو مصالح أمريكية. حتى الآن نرى بأن الولايات المتحدة ترد بشكل محدود على غرار ما حدث منذ حوالي الساعتين أو أكثر في كركوك عندما هاجمت مجموعة وتم قتل حوالي 5 أشخاص فيها. هل تعتقد بأن هذا الرد الأمريكي على هذه الهجمات التي تستهدف مصالحها هو كاف لردع هذه المجموعات عن القيام بالمزيد؟ شكرا لكم على الاستضافة. كما يعلم مشاهديكم، الولايات المتحدة يجب أن تتبنى موقفا قويا حيال الأذرع الإيرانية، فإذا لم تهاجمهم وترد عليهم بطريقة صارمة فهم سيواصلون هذه الهجمات. حصل حوالي 77 هجوما حتى الآن من قبل الأذرع الإيرانية في العراق وسوريا بمن فيهم الحوثيون أو أنصار الله، وهذه الهجمات تتواصل لأن الولايات المتحدة لا تفعل شيئا قويا. فعلى الولايات المتحدة أن ترد داخل العراق وسوريا واليمن، وكذلك وأعتقد حان الوقت للبدء بمعاقبة الحرس الثوري الإيراني وكذلك فيلق القدس داخل إيران. طيب
على صعيد آخر نتحدث عن التصريحات لويد أوستن اليوم عندما يحذر الإسرائيل من التجاوزات والانتهاكات وقتل المدنيين، يعني عدم الحرص على عدم استهداف المدنيين في العملية الجنوبية في جنوبي قطاع غزة. هل هذه التصريحات الأمريكية التي سمعناها من لويد أوستن ومن كاميلا هاريس ومن مختلف المسؤولين الأمريكيين، هل هي مرفقة بأوراق ضغط حقيقية على إسرائيل لكي لا تهجر الفلسطينيين على غرار ما فعلت في الشمال؟ أعتقد أنه عندما يتحدث الوزير أوستن عن ذلك علينا نتذكر دور الوزير أوستن في العراق وكذلك في أفغانستان، كلاهما كان فشلا، أحدهما أدى إلى ظهور داعش والفشل الثاني أدى إلى عودة طالبان إلى السلطة. فالوزير أوستن قد يتحدث بناء على تجربته، لكن تجربته تركز على عدم القيام بما قامت به الولايات المتحدة في الموصل عندما دمرت الموصل، أو في الرماد عندما دمرت الرماد. والقول قول ذلك مع لإسرائيل أثناء الحملة ضد داعش لا يجدي نفعا، فالإسرائيليون لا يصغون لما يقوله الوزير أوستن. هو في الواقع يدلي بتصريحات لأغراض الانتخابات الرئاسية. طيب، ولكن ليس هو الشخص الوحيد أو القيادي الوحيد الذي أدلى بتصريحات مماثلة، يعني مختلف القيادات الأمريكية اليوم تشارك وجهة النظر هذه، والحجة هي أن استهداف المدنيين سيرميهم أكثر في حضن حماس، وبالتالي ولو أن إسرائيل انتصرت سيكون على المدى الطويل هزيمة استراتيجية. نعم، ينبغي أن نتذكر نفس المسؤولين الأمريكيين الذين طلبوا من إسرائيل التوقف، هم الذين أيضا عملوا ضمن إدارة أوباما أثناء الحملة ضد داعش وكذلك أثناء الحرب في أفغانستان. دعونا نعود إلى العراق، فعندما توني بلينكن وأوستن يطلبان من إسرائيل عدم تنفيذ هجمات في أماكن يتواجد فيها المدنيين، نتذكر كم عدد العراقيين الذين قتلوا أثناء الحملة ضد داعش من قبل ميليشيات مؤيدة من إيران. الموصل مدينة يقطنها المليونان وخمسمائة، وقتلنا مئات الآلاف من العراقيين، ربما لكل مقاتل من داعش قتلنا 60 عراقيين. وبالتالي القول بأن لا يجب على إسرائيل استهداف الجماعات الإرهابية قد لأن ذلك قد يؤدي إلى مقتل المدنيين، فهذا طبعا لن يجدي نفعا، وهذا ربما أيضا يمكن أن يسري على روسيا وسلوكها في سوريا حيث قتلت الآلاف، وهذا ينطبق على التجربة الروسية أيضا في أوكرانيا. فيمكن أن تقول إسرائيل نحن نستهدف حماس التي تختبئ بين المدنيين مثل ما قام بداعش وقامت به طالبان وغيرهما، والولايات المتحدة قتلت المدنيين عندما استهدفت داعش وطالبان، وهذا المثال تتبعه إسرائيل في الوقت الراهن عندما تستهدف حماس، وهذا ربما يعتبر نفاقا في هذه العملية. طيب، ولكن سيد مايكل، أنت تبني وجهة نظرك على مقارنة لا تجوز، يعني لا يمكن اعتبار حماس مثل داعش ومثل طالبان. نعلم بأن حماس هي من رحم المجتمع الفلسطيني وهي حركة مقاومة ضد الاحتلال، وبالتالي أي وجهة نظر مبنية على مقارنة مغلوطة ستكون بدورها مغلوطة. إنها منظمة إرهابية، هذه المقارنة صحيحة لأن حماس منظمة إرهابية، لا فرق بين حماس أو القاعدة أو داعش. فما قامت به حماس يوم 7 أكتوبر كان عمل إرهابي، والفلسطينيون تروعه حماس وتتحكم فيهم. فعندما يقولون 75% من الفلسطينيين يدعمون حماس، يجب أن نتذكر لو كان الإنسان يدعم حماس
وإذا كان هناك طبعا مقاتلان من حماس مسلحان إلى جانب من يدلي بالتصريح فسيقول أنه يدعم حماس. المقارنة صحيحة وحماس هي داعش وهي القاعدة أيضا. شكرا لك مايكل بريجنت كبير المحللين في معهد هاتسون والخبير الاستراتيجي المختص بالإرهاب والحركات المتطرفة، كنت معنا من واشنطن. وفي هذه النشرة أيضا ولكن بعد الفاصل، تعثر التوصل لاتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع. المعطيات فتختلف النتائج، نصبح على حدث ونمسي على آخر، ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار السليم. عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. ثلاثة صواريخ وخمسة وعشرين طائرة. 67 ضربة براجمات الصواريخ. حرب المسيرات مفتوحة. ما الذي يحصل في كييف الآن؟ كيف تبدو تلك الاستعدادات وما تلك المحاور التي يمكن أن يأتي منها الهجوم الروسي هذه المرة؟ هناك حشودات في قرصون على أطراف الضفة الجنوبية من نهر دينيبرو. نحن أمام مرحلة جديدة في هذا الصراع. المنجل الاستراتيجي الروسي سيبقى كما هو. وهذه المرة الأولى التي تتعرض العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم. هل يخشون من أن روسيا يمكن أن ترد في مناطقهم؟ كان هناك تدقيق أمني شديد خاصة بعد سقوط مسيرتين فوق مبنى الكرملين. هناك نوع من تضليل في هذه الحرب. هل من الممكن أن نشهد تغيراً في شكل المعارك على الأرض؟ أحييكم من جديد ونتابع من السودان، حيث أفادت مراسلة الحدث بتعثر المفاوضات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وعدم توصل الطرفين لاتفاق. وأضافت المراسلة أن الوساطة أبلغت الطرفين بتعليق المفاوضات حاليا على أن يتم استئنافها في وقت لاحق. ونقلت المراسلة عن مصادر قولها إن الجيش السوداني تمسك بخروج الدعم السريع من منازل المواطنين والخروج من العاصمة الخرطوم، كما رفض إقامة أي ارتكازات وحواجز أمنية لقوات الدعم السريع. وفي وقت سابق اليوم دعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، دعا السياسيين وكافة السودانيين للتبرؤ من الدعم السريع والانحياز للوطن، متهما الدعم السريع بتخريب النسيج الوطني لمصلحة شخصين أو ثلاثة. الدعم السريع أصلا ظلم منذ بداية هذه الحرب ينخر في الوحدة الوطنية حدة السودانيين، وظل ينتقل القبائل وينتقل العشائر ويتدخل في اللحمة الوطنية السودانية. أصلاً نحن نقول لهم السودانيين مستحيل أن أنت تغريهم بالجروش عشان تنال من وحدتهم الوطنية. السودانيين مستحيل أن أنت تفيد بعددهم. أيضاً رسالة لمتبقي متمردي الدعم السريع، أن أنتم بكل أسف مقادين وراء نفرين أو ثلاثة بتخدم في أجندة شخصية. وتنضم إلينا هنا في الاستوديو مديرة مكتب الحدث في السودان لينا يعقوب. مساء الخير لينا وأهلا بك إلى 19. نود أن نعلم بداية ما هي بالتفاصيل، ما هي الأسباب التي أدت إلى تعثر المفاوضات بين الفريقين في جدة؟
أهلا بك كريستيان. هذه المفاوضات طبعا بدأت في 29 من أكتوبر الماضي، استمرت لأكثر من شهر، كانت أجندتها الرئيسية إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراع، وقف إطلاق النار وإمكانية التوصل إلى وقف دائم للعدائيات. وصلت بعض المساعدات الإنسانية لبعض المناطق وليس كل المناطق، مثلا وصلت إلى الخرطوم ولم تصل إلى دارفور وكردفان. فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، لم يتمكن الطرفين من الوصول لاتفاق لأنهما وضعا إجراءات لبناء الثقة. هذه الإجراءات تضمنت عدد من البنود أيضا لم يتم إنفاذها، من بينها مثلا إلقاء القبض على الهاربين من السجون، تشكيل آلية مشتركة بين قيادات الجيش والدعم السريع، كذلك وقف التصعيد الإعلامي، وهذا لم يكن ممكنا أن يتم إيقاف تصعيد إعلامي في ظل الحرب المشتعلة بين الطرفين. بعد ذلك جاءت نقطة مهمة وكانت تتركز عليها المحادثات خلال الأيام الماضية، وهي خروج الدعم من منازل المواطنين. الدعم السريع الذي كان ينكر في أوقات سابقة بأنه لا يحتل منازل المواطنين، أقر في هذه المباحثات أنه سيخرج من المنازل فعليا، لكن كانت هناك نقطة خلاف بعد أن يخرج من منازل المواطنين إلى أين يذهب. الجيش السوداني كان يرى أنه على الدعم السريع الخروج من العاصمة ككل، والدعم السريع يرى أنه ينتشر في العاصمة وهو موجود في منازل المواطنين، بالتالي إن خرج من منازل المواطنين لابد أن يكون لديه ارتكازات في شوارع العاصمة، أي لابد أن يكون لديه وجود في هذه العاصمة، وهو الأمر الذي رفضه الجيش. الوساطة قدمت مقترحات لكلا الطرفين لكن كانت الرؤى بعيدة، وبعد ذلك علقت المفاوضات. نعم تعثرت المباحثات والآن علقت. هل هناك أو حدد موعد معين لاستئنافها أم لا مواعيد حتى اللحظة كريستيان لاستئناف هذه المباحثات؟ ولكن المعلومات التي تسربت إلينا أشارت إلى أن الوساطة أبلغت الطرفين بأن هذه الجولة انتهت. كانت هناك جولة سابقة، وبعد أن انتهت تلك الجولة كانت هناك بضعة أيام للوفود، ثم بعد ذلك استؤنفت الجولة الجديدة التي تعثرت الآن. في تلك الجولة الماضية وصل الأطراف إلى اتفاقات وتم توقيعها ولكن لم يتم إنفاذها، وهذا كان دليل ومؤشر واضح بأن هذه المباحثات قد لا تستمر في ظل عدم إنفاذ ما يتم الاتفاق طيب يعني عليه. هل كان دائما الدعم السريع هو من لا ينفذ ما يتم الاتفاق عليه، أم كان يعني عدم التزام من الجهتين؟ لا يمكن أن نقول أن الدعم السريع لا ينفذ، هو عدم التزام بين الطرفين وهذا أمر واضح فيما يتعلق بالجولة السابقة. وفيما يتعلق بهذه الجولة حقيقة كان للجيش رأي واضح وهو رأي المواطنين. المواطنين إن أرادوا أن يخرج الدعم السريع من منازلهم فبلا شك لا يريدون أن يروا الدعم السريع في شوارع العاصمة، هذا أمر بديهي بأن من احتل منزلك لا يمكن أن يكون موجود بالقرب منك في شارع أو في ارتكاز قريب، وهذا ما كان يطالب به الجيش. الآن انتقلت المرحلة إلى ما قاله البرهان ولديه التصريحات. نعم هذا التصريح اليوم الذي دعا فيه المواطنين إلى التبرؤ من قوات الدعم السريع لأنها تخدم مصلحة شخصين أو ثلاثة، ماذا يعني ذلك ومن يقصد؟ حميدتي وأخيه مثلا؟ نعم هو يقصد حميدتي وأخيه، وأيضا وجه رسالة ساخنة جدا هذه المرة أيضا للقوى السياسية، ويعني اعتبر أن القوى السياسية الآن من بينها تنسيقية القوى الديمقراطية تقدم التي الآن يعني أيضا يرأسها حمدوك، والتي بعثت بخطاب إلى الأمم المتحدة، أيضا يرى أن هذه القوى السياسية الآن هي لا تخدم مصالح السودان، وحذر أيضا منها باتهامات واضحة وصريحة. صحيح أنها ليست المرة الأولى، ولكن يبدو أن هذه الاتهامات الآن تأتي متتالية من قيادات عسكرية لجهات خارجية أو حتى لأحزاب سياسية في ظل تعثر هذه المباحثات. الآن يقول البرهان أن الحسم سيكون عسكري، الآن الحرب اقتربت من الشهر الثامن وحتى الآن هذا الحسم العسكري لم يظهر. صحيح هناك تقدم للجيش في بعض المواقع، ولكن لا يمكن أن نقول أن الجيش اقترب من حسم المعركة حتى وإن قال القائد العام للجيش السوداني ذلك. شكرا جزيلا لك مديرة مكتب الحدث في السودان لينا يعقوب، كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا لك.
حذر القيادي في قوى الحرية والتغيير ياسر سعيد عرمان من أن الحرب ستدمر السودان كما ستقود إلى انهيار تام للدولة. وشدد عرمان في تغريدة على منصة إكس على أن الخيار الأفضل للشعب هو وقفها، وقال إن خطاب القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان في ولاية الجزيرة هو حديث للحرب وليس للسلام، مضيفا أنه لا توجد أي إرادة سياسية للمضي قدما في مفاوضات جدة. وينضم إلينا من القاهرة ماهر أبو الجوخ عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير. أهلا بك أستاذ ماهر. يعني إلى ما يدلل هذا الفشل في المفاوضات في جدة وتعليقها إلى أجل غير مسمى؟ هل سنكون أمام استئناف أكثف للعمليات العسكرية أم ليس بالضرورة؟ طيب صباح الخير، شكرا جزيلا لك ولكل المشاهدين والمشاهدات الكرام. أنا في تقديري أن النظر لما حدث في مفاوضات جدة هو فعليا مرتبط بالسيناريو المفاجئ، لنكمل الإفادة التي تقدمت بها الأستاذة لينا يعقوب لنكمل الصورة حتى تكون المسألة واضحة. ما حدث مساء أمس أن هناك حدث تقدم في عدد من الملفات، ولكن جاء الوفد الرسمي للجيش السوداني وقال بوضوح أنه لا يستطيع أن يلتزم أو أن ينفذ الإجراء المطلوب بإلقاء القبض على المطلوب القبض عليهم من قادة النظام السابق الذين تم الاتفاق سابقا على إلقاء القبض عليه، والتزم الطرفان بهذا الأمر بما في ذلك الدعم السريع. التزم بمجموعة مطالب بالقبض على عدد من العناصر الموجودين في المناطق تحت سيطرته، وهذا الأمر فعليا هو ما أدى لإنهيار جولة المفاوضات يوم أمس، بمعنى أن هنالك عدم التزام. مسألة الخروج من المنازل وغيره هذا حديث أنا في تقديري يرددها الجيش ويرددها قائده العام ومجموعاته لتحقيق مكاسب سياسية، لأن مسألة الخروج من المنازل هذه منصوص عليها في الاتفاق الأساسي الأول في جدة، وبالتالي القضية الرئيسية كانت الآن هي المرتبطة بمسألة الارتكازات ومسألة وجود قوات مشتركة للرقابة ومسألة طيب، ولكن ألا تعتقد بأن الفكرة التي ذكرتها الزميلة لينا فيما يتعلق بأن المواطن الذي لا يريد أو يعني أخرج قوات الدعم السريع من منزله لا يريد أن يراه بالقرب من منزله، ألا تعتقد بأنها يعني نقطة منطقية؟ هذه مسألة المواطن لا 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 غير معني بأنه يريد أن يرى هذا. المواطن يريد أن ينهي هذه الحرب، يريد أن يستعيد حياته بشكل طبيعي، يريد أن يحقق تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والسلام وإنهاء هذه الحرب، هذا هو المطلب الرئيسي للمواطن. ولكن مسألة أن تقول أنه لا يريد أن يشاهد هذا أو لا يشاهد هذا، هذه ليست القضية الرئيسية. القضية الرئيسية أن المواطنين الآن يريدون إنهاء هذه الحرب. هذه الحرب بالنسبة لهم يتساوى فيها جميع الأطراف. المطلوب الرئيسي الآن إيقاف الحرب، وشكرا. وأعتقد أن الأطراف الميسرة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والإيجاد والاتحاد الأفريقي بذلوا جهد كبير جدا من أجل إنهاء هذه الحرب. وصحيح الآن للأسف الشديد يتصدر المشهد الخطاب الحربي وكأنما الأمر أن هذه الحرب رغم شهورها الثمانية الماضية لم تكتفي ليقتنع البعض أن هذا مسار عبثي غير مجدي، وأن طيب في خاتمة المطاف هذه الحرب سنتهي. إذا كانت المفاوضات أستاذ ماهر، ولكن هذا بسعدد. إذا كانت المفاوضات لا تنجح والحسم العسكري يعني لم يتم تحقيقه بالرغم من مضي 8 أشهر على هذه الحرب، يعني ما المنتظر؟ أنا كما ذكرت لك أستاذ كريستيان، ذكرت لك أن الأمر في خاتمة المطاف والمفاوضات هي حل هذه الحرب، ولكن البعض يريد أن يجرب المجرب، يعتقد أن هنالك متغيرات ستحدث. لا بد من جدة وإن طال السفر، سيذهب إلى جدة. صحيح قد لا يذهب الآن في هذا الوقت ولكن قد يتأخر، لكن تأخيرهم هذا سيدفع ثمنه المواطن البسيط، سيدفع ثمنه البلاد بمزيد من التخريب. ولذلك أنا أعتقد أن ما يحدث الآن هو تجريب لمجرب تم تجريبه خلال 8 أشهر لم يحقق أي نتائج، لم يحقق أي فوائد. بالعكس الحرب انتقلت إلى مناطق جديدة، الحرب تمددت، وسيناريوهات استمرارها وإطالتها هو السائد والموجود. لذلك أنا أعتقد أن هذا أمر في تقديري هذا تلاعب سياسي وليس لديه. طب كيف تقرأ خطاب البرهان اليوم الذي دعا الشعب السوداني إلى التبرؤ من قوات الدعم السريع وقال بأنها لا تخدم سوى شخصين أو ثلاثة؟
بداية هذا الخطاب خطاب مؤسف، باعتبار أن هذا الخطاب فعليا يجعل الخيار الماثل هو خيار تقديم الحرب وإعلاءها. هذا هو الجانب المؤسف الأول. الجانب الثاني من هذا الخطاب أن هذا الخطاب أيضا إذا ما كان نريد أن نرد عليه بذات السياق يمكن أن نقول بأن الذي رعى ونمى وكبر الدعم السريع وجعله يفترس البلاد في هذه الحرب هو البرهان نفسه، ولكن هذا خطاب لن يكون مجدي ولن يكون مفيد. هذا خطاب قد يصلح في إطار المزايدات، لكن هذا أمر من الضروري أن نشير نقطة رئيسية أن هذا الخطاب للأسف الشديد هو فعليا يعبر عن توجه تيار سياسي معين هو النظام البايد والسابق، وهذا أيضا يفسر ما حدث ليلة أمس في المفاوضات. النقطة الثالثة أن هذا الخطاب أيضا لا يعبر عن كل السودانيين ولا يعبر عن كل القوات النظامية السودانية. هناك تيار داخل القوات النظامية وداخل الجيش هو فعليا مقترب أن هذه حرب عبثية يجب أن لا تستمر، يجب أن تنتهي، ولكن للأسف الشديد هناك بعض قادة هذه المؤسسة لا زالوا يصرون على أن يخوضوا هذه الحرب العبثية، هذه الحرب الفاشلة من أجل حماية وإيصال مجموعة سياسية معزولة ومحدودة قال الشعب السوداني قوله فيها بالإطاحة بها في ثورة ديسمبر. للأسف الشديد بعض هؤلاء القادة ما زالوا يصرون على أن يقدموا مصالح هذه الفئة على مصالح الشعب السوداني في إنهاء هذه الحرب وتحقيق السلام. بالتالي هذا الخطاب أنا في تقديري هو مؤشر لأن هذه الحرب هنالك تيار يريد أن يستمر في هذه الحرب غير مبالي بتداعياتها وأثارها ومخاطرها على السودانيين. هذا الخطاب المؤسف فيه أيضا بأنه أيضا يتعاطى مع المحيط الإقليمي والدولي كأنه هو محيط عدواني، والحقيقة أن هذا المحيط الإقليمي والدولي هو يبذل الجهود ولا يزال يبذل الجهود من أجل إنهاء هذه الحرب ومن أجل مساعدة السودانيين والسودانيات ومن أجل أيضا ضمان استقرار وأمن المنطقة كل. بالتالي أنا أعتقد بأن هذا الخطاب هو الجانب الفيه هو للأسف الشديد لا يستوعب الأزمة التي يمر بها السودانيين، لا يقدر دور الأطراف الإقليمية والدولية. شكرا جزيلا لك ماهر أبو شوخ عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أعتذر ولكن انتهى وقت هذه المقابلة، شكرا لك. أيضا في السودان يواجه آلاف الموجودين حاليا داخل ولاية الخرطوم صعوبات يومية بسبب استمرار الحرب، ويمثل تأمين الطعام للأسر والأطفال خاصة في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية تحديا مستمرا. في الأثناء انبرت مجموعات تطوعية في مناطق عديدة من أم درمان في حشد جهودها لتوفير الوجبات الغذائية لآلاف الأسر المتضررة بسبب الحرب. غيرت الحرب ملامح الحياة في السودان. بعد أشهر من اندلاعها يواصل الناجون من الحرب سعيهم المستمر لتأمين الغذاء. نحو أحد مراكز تقديم الطعام يتوجه من تقطعت بهم السبل. هنا تتكفل هذه المجموعة التطوعية من سكان الحارة التاسعة بمدينة كرري بإطعام عشرات الأسر يوميا. بعد ما قامت الحرب لاحظنا أنه معظم الناس تقطعت بهم السبل وكانوا بيعتمدوا في المقام الأول على المرتبات إضافة إلى العمل اليومي. آلينا على أنفسنا أنه نقوم نعمل الفكرة بتاعة مبادرة إطعام مسجد النور. الألم الذي رسخته الحرب في النفوس يتجلى في حديث الباحثين عن الطعام. والله العظيم ان احنا عشان انا الليله اجي هنا عشان اجي اشيل لي وجبه من هنا، يعني ممكن الوجبه دي اقسمها على اثنين، اقسمها على واحده اقسمها انا على اثنين، عشان شنو؟ يعني افطر متاخره شنو نتغدى متاخرين او لهنا لعشاء، عشان كده والله الواحد خلاص تعب. البقاء في منطقه حرب يفرض تحديات على المواطنين ابرزها تامين الطعام. الجهد الشعبي أسهم في تخفيف معاناة كثير من سكان مدينة أم درمان، فما يتاح من غذاء هنا قد لا يتوفر في مناطق ما تزال محاصرة بسبب الحرب. أحياء كاملة في مدينة أم درمان تحت حصار بأمر الحرب. يتحدث مواطنون بأحياء العباسية وبانت والموردة وأم بدة عن ظروف إنسانية قاسية يتصدرها نقص الغذاء، فما من أحد هنا لم تطرق الحرب باب بيته. والله جاي منهم بدت 19، جينا هنا من الدرب الشديد، والله كان ماشيين ذات ما عندي جيب مأكولات من هنا ما حلو نخشوا، كان ماشيين هشينا بدقونا. هسه قاعدين في المدرسة والله هايتو، مرة نلقوا مرة ما نلقوا.
بحسب الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، فإن 76% من سكان ولاية الخرطوم هجروا منازلهم بسبب الحرب. النسبة المتبقية من السكان قد تصبح في تحد متواصل لتوفيق أوضاعها الإنسانية والمعيشية في حال طال أمد الحرب. نزار البغداوي، الحدث، مدينة أم درمان. وبهذا نأتي إلى ختام ساعتي 19. الزميل حسام جبالي يلقاكم بعد دقائق في متابعة لكل هذه الملفات، ولا سيما للتطورات العسكرية والإنسانية في قطاع غزة بعد إعلان إسرائيل البدء في عملية البرية جنوبي القطاع. إلى اللقاء.